ساعة ما ظهرت السوشيال ميديا في حياتنا وهي ما بتسيبش ولا كبيرة ولا صغيرة إلا وبتنقلها عن حياة الفنانين. النجمة الفلانية اتجوزت فلان، والفنان العلاني اشترى عربية بكام، ومين سافر ومين ما سافرش. وأكتر حاجة بتركز معاها قوي السوشيال ميديا وبتهمها هي أفراح المشاهير، وبتستناها على نار عشان تصطاد لهم مواقف مضحكة ومحرجة تنقلها للجمهور، والكاميرات لقطت لهم لحظات من اللي هي وقامت بالواجب معاهم. زي مين؟ تعال ما أقولك. خلاص راحت عليه. الفنانة شيرين عبد الوهاب معروف عنها انها عفوية وما بتاخدش بالها من هزارها. وفرح الفنان عمرو يوسف وكندا علوش طلعت شيرين تغني، وطبعا صوتها لا يعلى عليه. وبعد ما خلصت غنى حبت تحيي تامر وحماقي، راحت مخبطة في الهضبة وقالت راحت عليه. ولما الدنيا قامت وما قعدتش عليها اضطرت تعتذر وتقول كانت بتهزر. ثانية واحدة عشان بس انا اتفهمت غلط. طب ينفع كده يا شيرين؟ هو نفس ذات الفرح حصل موقف محرج، بس المره دي كان للعروسه كندا وهي بتلف عشان ترقص كعبله الفستان وكانت هتقع قدام الناس، بس عمرو يوسف لحقها وللاسف ما لحقش الكاميرا اللي لقطت الموقف. معلش يا عمرو، ادا اخف من ادا. اما الفنانه رانيا فريد شوقي حكت موقف محرج حصل لها في فرحها على الفنان مصطفى فهمي. الناس ما كانتش عارفه مين العريس لان كان في ضيف لابس نفس البدله. حصل خير يا رانيا. الهضبة عمرو دياب هو كمان الكاميرا ما سابتهوش في حاله. لما كان بيغني فرح رجل اعمال كبير وكان مندمج وبيغني وما خدش باله انه دايس على فستان العروسه وهي ما كانتش عارفه تتحرك. معلش يا هضبة، بتحصل عادي. تعالى بقى للقطه اللي حصلت في فرح مغني المهرجانات حسن شاكوش على بنت الجيران ريم طارق، واللي عملت قلبان وترند على السوشيال ميديا لكام يوم. لما كانت ريم في القاعه مستنيه عريسها شاكوش يدخل، واول ما دخل سجدت على الارض من فرحتها. طب ده كلام يا ريم؟ اما اللي حصل من الفنان حماده هلال في فرح بنت بدريه طلبه خلاه محرج على الاخر. المعازيم اول ما شافوا حماده راحوا مغنيين بصوت عالي اغنيه انا لا مسطول ولا بطاوه، وقبل ما يكملوها راح مغير كلماتها بسرعه وقال دي عيله مليانه طيابه. لحق الموقف. نيجي بقى لفرح المذيعة لينا الطهطاوي على البلوجر محمد فرج، وده أحدث فرح في الوسط الفني وتعزم عليه نجوم كتير جدا منهم الفنان محمد الشرنوبي، واللي كان بيغني ويتصور مع الكل لحد ما قرر يبارك للعروسة على طريقته وأحرجها هي وعريسها. لما قال لها مبروك يا صايعة أخيرا اتجوزتي، اللقطة اتسربت والدنيا كلها شافتها ومحدش عاجبه تصرف الشرنوبي، وده اللي هيكون أول ولا آخر موقف هيحصل في أفراح الفنانين. طول ما السوشيال ميديا موجودة مش هتقدر تغمض عينيك.